السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. السبت والحد كالعاده عارفين بنعمل اكلات تكون مختلفه شويه عن النمط الاسبوعي او عن السكه اللي احنا بنبقى ماشيين طول الاسبوع. بنحاول نطلع نشوف اخبار المطاعم، فنادي، ايا كان الموضوع. ولكن كالعاده بقول لكم في اماكن ما بعرفش اجيب من الحاجه اللي انا عايزها، بحب اعملها لحضراتكم في الاستوديو، وهو ده اللي جاي عشان النهارده، وعاملها بطريقه اكتر تكون تعليميه من كل اتجاهاتها من اولها لحد اخرها. جاي النهارده اتكلم على انواع الاستيكات. الاستيك، كلمه استيك هي ليها كذا معلومه وليها كذا تسويه وليها كذا شكل وليها كذا قطعه لحمه متنوعه من انواع كتير جدا من انواع اللحمه اللي هتكلم عنه مع حضراتكم النهارده. والاستيك دايما احنا بنحب ناكله وبنروح اي مطعم نحب نكون يعني مبسوطين بقى، عايزين نعمل ناكل اكل ستيك حلوه كده وندفع فيها فلوس كتير. انا عايز اعملها من اولها لاخرها في البيت ونتكلم مع حضراتكم من اول حاجه لحد الاخر. طيب واحده واحده كده مع حضراتكم، عندي ثلاث اطباق اسهل من بعض او اربع اطباق، واللي انا عايزه اعمله ما عنديش منها خالص. رقم واحد عندي البيف تندرلاين او البيف فيليه اللي هي قطعه اللحمه البيف، هتكلم عنها مع حضراتكم. عندي سيرلاين ستيك، عندي ريب اي ستيك، عندي لام شوبس اللي هي الريش الضاني، وعندي حته كبيره من انتر كوت تبقى ليها سمك هنتكلم عنه. دي انواع اللحوم اللي هشتغل بيها، ومش عايز اتكلم بمصطلحات الانجليش كتير عشان خاطر نوصل المعلومه مع حضراتكم بالعربي كده عشان يبقى احسن من الانجليش. انا هطلع فاصل صغير جدا، هظبط الشوايه عندي عشان هبدا اشوي، وهشغل عندي طاسات عشان لو ادخل حاجه تستوي. نطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم النهارده على ثلاث اربع انواع استيكات، ويمكن دول حبيت اعملهم النهارده واوضح فكره الاستيكات بالصوصات وانواع الناس كتير بتحبها وتسالنا عليها كتير جدا، انواع الصوصات عامه. الصوص هو يعني هو الطعم الحلو اللي بقى في اللحمه، واللحمه بتبقى حلوه بتسويتها او بنوع مراعتها. انا هتكلم عن الحلقه دي النهارده براحتنا خالص في اللحمه، عشان هنبدا نخفف الفتره اللي جايه كلها لحمه، عشان خاطر ناس كتير بتشتكي من اسعار اللحمه. ففي ناس كتير عامله حمله بيقولوا بلاها لحمه، بلاها لحمه عشان الناس بتغلي السعر، بلاها لحمه عشان الناس مقتنعه ان احنا هنعيش مش هنعرف نعيش غير ما ناكل لحمه، بلاها لحمه عشان الفقير ما بياكلش لحمه، بلاها لحمه عشان خاطر احنا يعني بنمسك بعضينا من ايدينا اللي بتوجعنا، فاحنا مش عايزين ناكل لحمه، مش شاغلنا موضوع اللحمه. ولكن دي انا بعملها حلقه مسجله، انا بسجل دلوقتي قدام حضراتكم، وان شاء الله على اول اسبوع المفروض هبدا اشتغل في السمك زي ما انتم عارفين، وهبدا اشتغل بقيه الجدول بتاعي بعد السبت والحد. انا حبيت بس اعمل دي لان هم دول كانوا عندي موجودين، وانا جايب اللحمه دي قبل ما يطلع فكره بلاها لحمه، وانا كلمت فكره بلاها لحمه دي من اسبوعين فاتوا لو انتم متذكرين، وكلمت وقلت يا ريت ناكل بقوليات اكتر فيها نسبه البروتين احنا محتاجينها قبل ما يفكر ان احنا نعرف ان الناس بتغلي علينا او بترخص في الامور، لان هي مش مستاهله ومش محتاجه، واي حد هيغلي اي حاجه مش عايزين ناكلها عشان احنا يعني مش ناقصين اكتر من اللي احنا فينا. طيب بعد الكلام ده كله هعمل لحمه، خدوا بالكم بس انا بقول لكم ليه كده، عشان خاطر ما حدش يقول على بيقول ما بلاقي لحمه وعامل لحمه ليه، بس هي اللحمه دي اتطلبت بجد او الستيك ده اتطلب بجد، فعشان كده لازم اعمله. وزي ما قلت لحضراتكم طيب هتكلم واحده واحده. انا كنت بعمله ده روزماري، فهعمل الاعشاب. الاعشاب عندي هي بطل النهارده وداخل معايا في الاكله، وهو ليه نفس قوي جدا في بعض الاكلات، وليه نفس مهم في الصوصات عامه او تركيبه اللحوم اللي هي الافرانكا شويه. طيب لام شوبس ده مصطلح انجليزي على اسم الريش الضاني، انتر كوت او الحته اللي هي اللحمه بتبقى من الظهر، قطعه كبيره بتقطع احجام كويسه جدا. البيف تندرلاين هو العرق الفريتو بتاعنا اللي احنا كلنا بنحبه، هوريه لحضراتكم برده كامل وهوريكم القطعه منه قد ايه. ده
قطعه اللحمه اللي بنتكلم عليها اللي هي اسمها عرق الفريتو زي ما حضراتكم شايفين، بتبقى الحته دي على جنب كده، دي بتتشال بالسكينه وبتطلع منها مفروم. هوريها لكم برده، انا مش هشتغل بيها برده بس هوريها لحضراتكم عشان نبقى واضحين في كل الامور. ادي حته اللحمه دي اسمها الفريتو، تبقى كامله، بيبقى عرق اكبر من كده على يعني تخين كده او كبير كده، وبيبقى نازل بحجم اصغر، وبتبقى السمك بتاعه بالشكل ده، بيجي العرق كامل بيبدا ننضف الحته كده اهو بالشكل ده كده اهو كده، وبنشيل دي، بتبقى هي بتخش معايا في المفروم او بتخش معايا في الامانسي او فكره التقطيعات الخفيفه، وبتيجي القطعه دي كلها بيطلع منها قطعه بما يعادل 250 او 300 جرام، وبتتبطط وبتطلع عندي بالحجم او بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. ده بالنسبه للفريتو. طبعا انا بس هستخدم الحته الصغيره دي، حبيت بس اتكلم على الفكره كلها من اولها لاخرها. طيب تتبل ازاي وتتبل براحتنا ازاي؟ دي تسويتها اصلا ما بتاخدش معايا دقايق، فكره اللحمه الفريتو عامه. انا اتبلها بكذا تتبيله، عندي الاعشاب لو حبيت اعملها بالاعشاب، ولو حبيت اعمل بالفلفل الاسمر مع الملح المجروش ومع كمان فكره الاعشاب براحتي، ده كله مفيش مشكله. هبدا افرم شويه الاعشاب عشان اخلي عندي تتبيله ثابته شويه. في عندي نوعين ثلاثه من التتبيله، عندي اعشاب فريش زي ما حضراتكم شايفين، وعندي كمان في هنا بوله هتشوفوها قدام حضراتكم اللي هناك، اللي هناك دي يا شباب، دي فيها بهارات مشكله. البهارات دي جاي فلفل احمر حصى مجروش نص جرشه على ايد الهون كده، وفلفل اسمر، وكل انواع البهارات اللي انا احبها بس مجروشه نص جرشه هشتغل بيها براحتي خالص. بس بفهم الاول فكره الاعشاب اللي في ايدي دي عشان اخد منها جزء صغير جدا وهبدا اشتغل بيه. الاعشاب دي مادام فريش بشتغل بيها، لما بتنشف ببدا ممكن ادخلها مع البهارات وتبقى عندي زي الزعتر الناشف، وبحط عليها كمان ملح ناشف، وبحط عليها كمان فلفل حصى، بتبقى ليها تيست كويس جدا وليها طعم جميل جدا. الاهم من ده كله ان الحاجه اللي تتعمل مظبوط. في انواع كتير جدا من التسويات عايز اتكلم عنها مع حضراتكم، بتطلب كتير جدا في معظم المطاعم الانترناشونال او المطاعم العالميه. بيقول لك انا مثلا عايز نوع من انواع اللحمه زي مثلا بيف تندرلاين ميديوم سايد، يعني فكره الميديوم دي او تسويه بتبقى حسب رغبه الجست. مفيش مطعم يجبرك على نوع من انواع الاستكات او نوع من انواع البيف اللي بيطلع بشكل قطع زي كده بتسويه اجباريه، مفيش الكلام ده. بيسالك المتر وهو بياخد منك الاوردر، بتقول له مثلا عايز لو سمحت طبق الستيك سيرلاين ستيك اللي هو بالبيبر صوص او بالصوص البني مع الفلفل، عايزه ويلدن ويلدن تسويه كامله، عايزه ميديوم نص نص، ميديوم رير اللي هو بيبقى باين ان هو من بره مستوي ومن جوه لسه شويه. ده مش طبيعتنا كعرب بناكله اصلا، احنا اكتر حاجه عندنا لو احنا يعني متعودين قوي على الاستكات، وانا شخصيا مش متعود على الاستكات خالص. لو 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 ميديوم ده اخري، لو حاجه شايفها وبجربها وممكن ارجعها وانا قاعد على الترابيزه عشان اكمل تسويتها، لان مش واكله معايا اكل حاجه مش مستويه كامل، رغم انها صحي وكويس بس انا ما باكلش الكلام ده، واكيد ناس كتير جدا بتاكلها. فالافضل اعملها ويلدن. الويلدن تبقى حته لحمه مستويه، بعيش لحظتي وباكل بالشوكه والسكينه واظبط نفسي وتمام التمام ومتانتك، ولكن مش كل يوم ومش سنة. فده المقصود. بس انا ليه بعمل الكلام ده النهارده؟ لان الطلب، فما ينفعش حاجه تطلب ما اعملهاش. طيب بجيب عندي حته اللحمه بالشكل دوت، ببدا اجيب بشكل بسيط جدا، عندي البهارات اللي هبدا اشتغل بيها. مثلا لو حبيت اشتغل رقم واحد عندي حبه ملح كده، وبعمل كده وبعمل كده تاني عشان خاطر الملح ده انا زودت عليه، وبعمل كده، يبقى انا تبلت ملح في البداية، فلفل أسمر تمام، وبجيب عندي مثلا حبة أعشاب زي كده، وبعمل كده تاني، بجيب عندي حبة أعشاب زي كده. أنا هعمل بيف فيلي بالأعشاب، وجايب عندي حبة فلفل أحمر مجروش فريش اللي هو ناشف ولا عفوا مش فريش، وبعمل كده كمان في الجوانب كده أهو كده، بلفها كويس قوي بالأعشاب بتاعتي عشان اعمل اللي انا عايز اعمله، واتبل كويس جدا حته اللحمه بتاعتي بالشكل ده. ادي حته اللحمه اللي هي قدام حضراتكم معموله كويس جدا، بديها عندي بسيط من الزيت، واي زيت انا احبه هخليها زيت ذره بسيط مش كتير عشان خاطر بس تبقى ملمعه معايا وكمان ما تبقاش ناشفه معايا في التسويه. اهو كده اهو. بعملها بقى على حاجتين، يا اما عندي الجريل اللي هي البلاطه
زي الطاسه، لان ما عندي الشوايه زي كده اللي انا احبه ما عنديش منها. انا هعمل دي بالشكل ده كده على طول على الشوايه بتاعتي، وهسيبها نفس الحجم ونفس التركيبه وهسيبها خالص. طيب هبدا اعمل لها كمان الصوص بتاعها عشان اقفل طبق طبق، ما اشغلكمش معايا، بحيث ان كل فاصل ابقى بخلص طبقي ومامن نفسي عشان يبقى الطبق طالع مظبوط. طيب هتعمل ايه بقى يا سيدي؟ هعمل صوص ديميجلاس، عايز اعمل واحد ثابت للكل واخد منه وابدا اشتغل على بقيه المقادير بتاعتي. بسخن النار بتاعتي كويس جدا، بجيب عندي كاسرول كده مثلا عشان نبقى واضحين مع حضراتكم مثلا كده، وابدا اجيب الديميجلاس. ديميجلاس بتجيبه منين؟ بجيبه من السوبر ماركت، ده منتج بيبقى في كيس اللي هو من كنور، بيجيب كيس بفتحه بطلع الكميه بتاعته، ده مثلا حوالي 3 اكياس بيبقى الصوص البني بتاعي. ممكن اعمله بميه سخنه ميه بارده اللي احبه، ما عنديش مانع خالص. طيب هتعمل ايه يا سيدي؟ والله انا هجيب هجيب ماشي حاجه غويطه وابدا اقلب فيها الاول الديميجلاس في بوله عشان خاطر يبقى واضح قدام حضراتكم وانا بتكلم على ايه بالظبط، فلازم يكون واضح. كيسين من الديميجلاس، او خلينا نقول كيس لاني انا بستخدم على قد في البيت عندي غير علاء دلوقتي او الكميه اللي بشتغل بيها. بجيب عندي الميه بتاعتي ساقعه او سخنه بالشكل ده كده اهوت، نسبه وتناسب، نقول الكيس عليه كوبايه ونص من الديميجلاس. بجيب عندي المضرب لهدف التقليب وعدم التخريز، التقليب وعدم التخريز. المضرب بتاعي ببدا اقلب كويس جدا قبل ما انزل على النار بالشكل دوت، خلي الحاجه تكون متقلبه كويس جدا عشان خاطر لما تنزل على النار تبقى ماسكه نفسها وما تبقاش مخرزه. بعمل تاسيس للصوص على مزاجي، تاسيس الصوص عندي معلقه زبده وربع بصلايه وفلفل خرز او فلفل حصى ومتشكلين، بقلب كويس جدا عشان الحاجه تبقى زي ما حضراتكم شايفين وتمام التمام. بنقلب تمام، انا كده زي الفل وتمام التمام. هبدا هكون مجهز عندي الحله بتاعتي تكون سخنت وزي الفل وتمام التمام. هبدا احط عندي زي ما اتفقنا ممكن مكعبين زبده بالشكل ده كده اهو اهو تمام، وهبدا هشتغل على طول. خلينا نوصل نفسنا عشان خاطر نبقى شغالين براحتنا. هبدا هشتغل بالشكل ده يسخن كويس جدا، وبعد كده هبدا احط عندي اللي انا عايز احطه عليه، ما عنديش مانع خالص. هجيب البصلايه الناعمه، ده في اساس الصوص الثابت، بصلايه مش كتير تديني نفس كويس جدا مش اكتر من كده، وعندي الفلفل الحصى منقوع وهنزل برده باتنين ثلاثه تديني تيست اساسي في الصوص الثابت بتاعي. ده هياخد تشويحه ويشتغل على طول. طب هتعمل ايه للصوص ده؟ الصوص كلنا بنعشقه هو صوص المشروم. صوص المشروم مش محتاج مني افتكاسه ولا محتاج مني اي حاجه غير ان انا بجيب المشروم الفريش وابدا العب معاه برده بفكره الزبده وبقلبه كويس جدا. ببدا اجيب طاسه سخنه وبرفعها بحط عليها الزبده بالشكل دوت، تبدا تسيح زي ما حضراتكم شايفين. بحط عندي معلقه زيت بسيطه عشان الزيت والزبده يبقى ليهم وظيفتهم، الوظيفه بتاعه الزبده تطعيم، وظيفه الزيت عدم حرق الزبده، وهو ده طريقه صحيه ان ما احرقش فكره المواد الدهنيه. بحط عندي بصلايه، بحط عندي المشروم بتاعي مشروم فريش او علب حسب الرغبه، وابدا اشوح كويس جدا فكره البصل بتاعي مع المشروم اهو كده اهو، بتقلبه كويس جدا. عندي الناحيه الثانيه البصليه بدات تاخد لونها وخلاص اتشوحت مع الزبده، بنزل عندي بالديميجلاس اللي انا عملته بالشكل ده قدام حضراتكم، اتقلب كويس جدا كده ما بقاش مخرز قدامي. هيفرق معايا كتير قوي لما يبقى مستوي وهنشوف هيبقى عامل ازاي. المشروم بتاخد سوتيه اقل من دقايق، وهنا ده هياخد غلوته على السريع. عايز ابص على حته اللحمه وصلت لحد فين، ببدا اجيب عندي المساك، ما بجيبهاش بطريقه عشوائيه عشان ما اقرفش نفسي واقعد اداء نفسي. بكمل حته اللحمه بالشكل ده كده اهوت، وابدا اقلبها، بشوف الشكل اللي قدام حضراتكم بالشكل ده. حته اللحمه خدت اللون المطلوب وانا شغال بعمل حركه حلوه جدا، هي بسيطه وما فيهاش اي صعوبه. بجيب عندي البوله واحط فيها حبه بهارات من هناك التوم بالشكل ده كده اهوت، حبه بهارات بسيطه، واشيل المشروم ده خلاص انا تمام مش عايزه، هحطه على بيت المشروم. وبجيب عندي حبه زيت زيتون تمام، البهارات دي هي اساس الموضوع. عندي حاجه من الاثنين، لا اجيب اعشاب لو هي فريش بربطها بدباره او برابر او اللي هو الاستيك وعشان بكبرها واتبل بيها كويس، يا اما بجيب زيت الزيتون متبل بالاعشاب ومتبل بالفلفل نفس نوع التتبيله ان انا اشتغلت بيه في تتبيله اللحمه بتاعتي. ببدا بعمل كده وبلمع حته الاستيك عشان اشم ريحه حلوه واشوف التسويه بتاعتي وهي شغاله قدام حضراتكم كده، يبقى الموضوع بجد حته ستيك ليها طعم كويس جدا. ببدا تاني ارجع اشوف اخبار المشروم ايه، المشروم زي الفل وتمام التمام كده، انا تمام شغال
هاخد حبه من الديمي جلاس عقبال ما يكمل تسويته. بعمل كده واسيبه يكمل ويعيش حياته. وانا شغال ببدا اقلب كويس جدا ايه الديمي جلاس عشان ما يرصبش مني ويبدا يتقل واحده واحده. بس تمام. عندي نوع تاني من الصوص اللي هشتغل فيه مع حضراتكم، صوص البصل، صوص البيل بيبر لو حبيت، اي نوع من انواع الصوص دي براحتي وحسب الرغبه. طيب سؤال تاني يا شيف بعد اذنك، انا مش كل انواع الصوص بحبها تكون دارك او غامقه، عندي كريمه لباني لو حبيت، خلينا بص لو لقيت كريمه لباني، لقيت ما لقيتش ممكن اعمل اللي انا عايز اعمله برده من غير الكريمه اللباني. كان في كريمه لباني. الدايت الصوصات لا، يعني انا بتكلم دايما على الصوصات، الكريمه غالبا في الثلاجه الثانيه. قشطه، حضروا لنا يا جماعه كوبايه كريمه. ده كده الصوص ده خلصان بقى تقل. تقل هعمل فيه ايه؟ والله هخفف حبه ميه صغيرين جدا عشان يبقى معايا متدلع اكتر واكتر كده اهو. انت بتقولي الدايت، انا بقول لك الدايت تمام، ممكن ناكل لحمه بس مش بالصوص الديمجلاس. الديمجلاس في زبده، في بيبدا زي ما حضراتكم شايفين، فما دخلوش في فكره الدايت عشان ما اضحكش على حضراتكم واقول لكم يمشي، مفيش حاجه اسمها تمشي. في ناس تحط لبن، ماشي انا معاك وكل حاجه، بس انا لبن ليه؟ ده خلاص جاهز. والله بص هي فكره، بس زمايلي بيكلموا لي في ودني بيقولوا في ناس تحط لبن، في ناس مش عارف تحط ايه. انا يعني ايه، ما بحبش الحاجه تعمل كده بعشوائي، لا تعمل حاجه صح لا ما تعملهاش، وده الافضل. الافضل ان انا لما اجي اعمل صوص اعمله صح مظبوط، احط له كريمه لباني عشان هو اسمه صوص ديمي جلاس بالكريمه او صوص اللحمه بالكريمه. بص الصوص كده تقل ازاي اهو، تقل شايفين القوام بتاعه، ده صوص اساسي اخد منه واشتغل في اي حاجه انا عايز اشتغل بيها. انا كده عملت اللي انا عايزه كله وتمام التمام. حته اللحمه دي خلينا نبص عليها بصه كمان عشان لو ما خليش تسويتها كامله، ببدا اروح مرحلها على الفرن. بص بقى كده الكلام، بسويها على الجنبين على كل حاجه، وهوريكم وهقطعها وهوريكم فرق التسويه. كده انا لحد الان انا كده ميديم رير. عرفت منين؟ كانوا بيعلمونا زمان مدرسه وجامعه والحاجات السياحه والفنادق دي على كفه ايدينا. طول ما كفه ايدك ناشفه، طول ما هي مستويه اللحمه، طول ما انت خفيت كده وبتدوس كده تبقى ميديم رير. يعني هي كانوا بيعلمونا على كفه الايد وجربوها، يعني اعمل كده. انا بتكلم حضراتكم دلوقتي اعمل كده اهو، بص ايدي اهي، استنى اقلع الكلام عشان يبان اكتر. ادي ايدي تمام كده، كده ناشفه، ده كده خفيفه، كده قاسيه شويه، يعني هي التركيبه بالشكل ده. حته اللحمه كده بقت، بص بقى كده شايفه من جوه عامله ازاي؟ ده رير اهو، شايفين الرير ده؟ شايفاه ولا لا؟ ايوه هي دي. ده كده تسويه مش كل الناس تحبها، انا شخصيا ما بحبهاش التسويه دي، فبضطر ان انا اعمل ايه؟ اجيب عندي صينيه فاضيه وابدا ادخلها عندي الفرن اقل من دقايق، تاخد وقتها وبكبر كويس جدا حته اللحمه كده، وبخليها بحاول احافظ على شكلها، بديها تلميعه حلوه كمان من الاعشاب بتاعتي اهو عشان تخش وتبقى نفس الموضوع. حته الستيك هي حلاوتها في رقم واحد في التتبيله بتاعتها والتسويه، دي تخش الفرن خمس دقائق بكتير قوي، هتاخد درجه الحراره بتاعتها وتاخد وقتها. البيف في تسويته هو ضعيف جدا، يعني البيف ضعيف في فكره ايه؟ ان هو ما بياخدش وقت في التسويه، بيشم النار، ودي الطف حته لحمه في اللحم البقري كله. طيب دي حاجه، خلينا نتبل حته لحمه ثانيه. انا ده خلاص خلصان يستوي، الصوص بتاعه جاهز. هتطلع الطبق ده مع ايه قبل ما اخش في الطبق الثاني؟ عندي ثلاث اختيارات او اربع اختيارات. يقول لك عايزه سايد اوردرز مثلا، انا بكلمكم باللغه بتاعتهم بقى، عايز الاوردر ده مثلا السايد اوردر بتاعه بخضار مشوي ولا خضار سوتي، ولا تحب مثلا يكون معاك مثلا رز، او ممكن تحب يكون لو حبيت يعني حسب الرغبه طبعا انك تاخده ساده ومعاه مثلا صوص بصل. كل واحد ليه راي وكل واحد ليه تركيبه، انا بس واجبي ان انا اوضح ايه اللي بيحصل، وانا شخصيا رايي زي رايكم بالظبط اللي بتقولوه دلوقتي، ان مش كل الناس تعمل الاكل ده، بس انا لازم اعمله عشان خاطر يبقى واضح لحضراتكم ويبقى شغالين صح بكل حاجه واخدين وقتها وكل حاجه واخدين حقها، او بطاطس بوريه حسب اللي نحبه. فانا مثلا مجهز مثلا للبيف مثلا تندر لاين بطاطس بوريه. بطاطس البوري بتاعتي اللي انا مجهزها
زي ما حضراتكم شايفين جايب عندي بطاطس مهروسه، بطاطسايه مسلوقه هرسها كويس جدا، حبه ملح حبه فلفل ابيض، ومطلعها بالشكل ده. حاطط الاعشاب ليه؟ لان الاعشاب فيها عنوان التتبيله، ده رقم واحد. حاطط فلفل حار ليه؟ لان الفلفل الحار موجود في قلب التتبيله اللي هو الفلفل الاحمر ده، فلازم اكون بوري الزبون او الجست اللي عندي ان انا فاهم وشغال ستاندر، وهو ده اللي بيخلي تمييز المطعم ده عن المطعم ده او الشيف ده من الشيف ده. كل الناس بتعرف تعمل اكل، بس مش كل الناس فاهمه يعني اكل. في ناس في البيت بتعمل اكل احسن من الشيفات، لان هو حابب الاكل وفاهم تسوية دي ازاي، لا ده بيعمل ازاي، فدي طبعا تركيبه حلوه جدا. طيب انا افكر اعمل التتبيله دي واطلع فصل، ولا انتوا رايكم ايه؟ طيب خلاص بلاش اخليها بعدين، ماشي لما ارجع من الفصل. طيب انا كده لحد هنا عملت البطاطس المهروسه زي ما حضراتكم شايفين، والصوص موجود وجاهز. اللحمه اقل من 5 دقائق تطلع على طول، ونطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بيكم مره تانية مع معلومه هنيه. طيب اللي بقلب فيه ده بصلايه محطوطه في طاسه من غير اي شيء، بحرقها شويه، بلسع الطاسه، بلسع البصلايه في الطاسه، وده مهم جدا. هقول لكم هعمل ايه بيها، بس نطلع الفرن زي ما وعدت حضراتكم 5 دقائق بكتير جدا، هنشوف ايه الاخبار. اللحمه استوت وهنشوفها مع حضراتكم، وانا عملتها كمان بالتسويه اللي انا شخصيا ممكن اقبلها اكلها. يعني انا قلت لكم على التسويه كلها، ولكن عشان بس ايه، احنا كشرقيين ومصريين مش كل الاكلات بتمشي معانا، لازم حاجه تكون ليها طعم وليها مزاج. هطلع حته اللحمه كده اهو، ادي حته اللحمه كده خلصانه. حته اللحمه دي خلينا نبص عليها، نص الكلام باينه، كل الجوانب واخد حقها، تسويه مظبوطه. بطلع بحته اللحمه، ببدا احطها وارصها بالشكل ده. اول حاجه انا حاطط البطاطس البوريه او الخضار المشوي او ايا كان الموضوع، بعمل الطبق بمزاج قوي. الطبق بيبقى لازم يكون اساسيات الستاندر بقى، السيرفي الفرنساوي المظبوط. الطبق ليه مدخل وليه لاين وليه تركيبه كده شويه. جماعة دول برضو ليهم مزاج، تلاقي طبق كبير قوي في حتة لحمة صغيرة، هم ليهم عقلية معينة. طيب عبارة عن ايه يا سيدي بقى، وضح لي أكتر. هرفع بس الدبلاز ده، خلاص خلصان، عشان أنا زودت مية كمان، والبصلة دي شغالة زي ما هي، هعمل بيها صوص بصل وتمام. طيب عبارة عن ايه يا سيدي بقى؟ الرقم واحد اللحمة لازم تكون الهيد أو هي الأساس بتاع الطبق، الشكل الأولاني هي اللي بتبقى ممكن تكون مطرح البطاطس أو مطرح ما أنا حطيتها كده على جنب. اجيب الطبق قدامي وابدا اشتغل عليه. انا هحط له صوص، فانا مجهز الصوص. الصوص بتاعي ببدا اكون مجهزه، كيلو غلوه سريعه، وممكن افك عليه سنه بسيطه من الدمجلاس ده، وممكن عندي حاجه من حاجتين اطلعه دارك زي كده، يا اما اجيب عندي بسيط قوي من الكريمه اللباني اكسر اللون، شكرا، وارفع تاني، وتقليبه حلوه بدا يفتح اهو كده، والمشروم بدا يبقى مستوي تمام التمام. هنا انت عامل صوص مظبوط، شكله باين عليه ان هو تمام التمام. عايز تغمق، عايز تفتح دي بتاعتك انت حسب الرغبه. تعال نجيب هنا الصوص كده اهو، وابدا انزل مش على حته اللحمه كلها، على نصها. عايز ابين انا عامل ايه، ما ينفعش حته اللحمه تكون كلها غامقه او فاتحه ويبقى الموضوع مش باين. بنزل كده بالشكل ده كده اهوت كده، وبغطي كل الاطراف الاساسيه من البطاطس او الخضار اللي محطوط بحته الصوص. حلو الكلام كده، انت تمام. بجيب عندي من اللي باقي من الاعشاب كده اهو، وهو كله مرتبط ببعضه كده اهو، ببدا اجرنش الطبق بتاعي بالشكل ده. بجيب منديل عشان في حته متلحوسه كده اهو، مفيش حاجه اسمها ديك رش بقدونس بقى والكلام ده خالص، كل حاجه ليها حاجه كده اهو. تشيل الحاجات دي كلها كده اهوت، حته بيف تندرلاين او بيف فيليه معموله مظبوط. جايب عندي توماية مشويه بحطها عندي في الهيد بتاع الطبق بتاعي. جايب عندي لو حبيت بطاطسايه مشويه وبعملها كده كده اهو على الوش بالشكل دوت كده اهوت كده، ماشي الكلام. ايه تاني؟
انا شايف ان كده تمام. ممكن اعمل حاجه حلوه قوي بسيط من زيت الزيتون على الوش كده اهو. ندع تمام كده. احنا عملنا مع حضراتكم اول طبق ستيك بيف معمول على المائدة مع حضراتكم، ده الطبق الاولاني تمام. البصل اتلسع، اتلسع هو ده اللي انا عايزه، وانا على وضعي هعمل صوص بصل تمام. هجيب عندي اللوش بتاعي والديمجلاس هو هو، اسمع دي بقى كده، ده اسمه صوص بصل مظبوط. بس صوص البصل ده انا عملته دلوقتي حالا قبل ما اعمل الستيك، عشان خاطر هو لازم ياخد وقته في لسعته كده. اتلسع وبقى زي الفل، هرفعه على جنب وهبدا هسيبه لحد ما اخش على حته الستيك اللي هعملها. طيب سيرلاين ستيك او حته اللحمه اللي هعملها مع حضراتكم دي بالشكل ده، الفاتس اللي فيها دي ما بتاكلش او بتاكل حسب الرغبه طبعا، ولكن الفكره كلها ان هو بالفريم ده بيسيح على النار وبيدي ريحه قويه جدا وليه طعم مميز قوي. طيب هتعملها التتبيله ازاي؟ هجيب عندي ملح في بدايه الامور كده اهو، وضهر بالشكل ده كده اهوت ماشي الكلام. بتاخد معايا حبه زيت زيتون او زيت كده اهو، يبقى خليت ملح. تاخد معايا فلفل اسمر وازود فلفل اسمر وش وضهر، تاخد ملح وفلفل وحبه زيت زيتون، وممكن كمان حبه فلفل مشكل مش اعشاب، مش هحط اعشاب، فلفل ابيض مشكل على فلفل اسمر على فلفل احمر فقط لا غير، غير الثانيه الثانيه كانت اعشاب فقط لا غير كده. انت تبلت تمام التمام، تاخد وقتك في التتبيله، عايز تحط اي حاجه ثانيه براحتك، بس انا عايز اعمل حاجه تكون ما فيهاش حاجه غير طعم اللحمه كده، وابدا اعمل بالشكل ده. تاخد وقتها كملش، تقعد ربعايه نصايه، انت المستفيد انك تعمل حاجه حسب المزاج وبتبقى براحتها. طيب انا عملت الحته دي وهتبل كمان اللحمه اللي بعديها كمان عشان اكسب وقت وعشان اسوي الحاجه مظبوط ويبقى على مزاجي وما عنديش اي مانع خالص. التتبيلات دايما بتبقى اساسياتها هي الملح والفلفل، اي تغيير تاني بيبقى بعديها بالاعشاب، بعديها باي نوع بالخردل، ايا كان ايه الموضوع، ودي براحتي خالص. دي هتاخد وقتها اقل من ثواني، عايز اوري حضراتكم احنا حطيناها اهو دلوقتي. بص المنظر ده رير، ده ياخد وش وبيطلع كده، يعني خد الوش ده اقل من دقايق قدام حضراتكم وبيبدا يتقلب كمان قلبه، فبيعمل بعمل لون بالشوايه بتاعتي وبعد كده بيطلع دايركت، يعني هو ما بياخدش وقت اكتر من كده. دي نوع تسويه في الريب اي او في السرين ستيك او في التي بون ستيك، هو اساميهم والله يا جماعه متلعبكه كده، بس انا لازم اقول الاسامي عشان الناس اللي طالبين الحلقه دي يبقوا عارفين ان انا معاهم على الخط، فلازم يكون واضحين كده اهو. بعمل كده تاني وبعمل كده، اقل من ثواني والصوص الصوص خلاص جاهز، اقل من ثواني حته اللحمه الرير بتبقى باينه وجدا واوري حضراتكم. يعني ايه رير؟ يعني لون البينك او اللون اللي هو محمر شويه من داخل حته اللحمه، بس من بره بتبقى شكلها حلو زي التونه، سمك التونه الفريش بيستوي كده، ودي تسويته المطلوبه كده اهو. بص بقى الكلام، هو ده الستيك اللي احنا بناكله دايما في كل حته، كل حاجه باينه قدام حضراتكم وبياخد وقته وتسويته، ما بيخشش فرن عشان خاطر هو بيكمل تسويته على الشوايه او على الجريل اللي هي البلاطه، فكل حاجه ليها حاجه. ارفع دي كده برضو، ممكن استفيد حبه زيت كده بحبه البهارات وابدا المع اخليها تاخد من ريحتها وتبقى تمام التمام. ده اللون اللي بتكلم عليه. أنا بقى بعمل صوص بصل عملته جاهز،
بس انا بقى ايه عايز اعمل حركه حلوه احسن من الفرن وهسويه برده. طاسه سخنه بجيب عندي نفس الفكره حته الستيك وتمام بعمل كده بعمل حاجه حلوه قوي. بجيب عندي الصوص بتاعي وانزل بيه بالشكل ده كده وابدأ اخف الصوص واسوي بقية اللحمة في الصوص. تفرق كتير كده اهو. باخد من طعم اللحمة للصوص وباخد من الصوص البصلاية اللي هي اساسها الصوص وبستفيد جدا بالريحة. هعمل ايه عشان لو شفتها خمس دقايق هتتقل مني. ببدأ اجيب عندي حبة مية سخنين او باردين عادي وابدأ اخف شوية الصوص بالشكل ده واسوي حتة اللحمة وارفع كده حتة اللحمة فالمية تنزل في كل حتة. تبدأ تقل الصوص تخفف الصوص شوية والصوص شغال زي ما عارفكم شايفين. بص حتة اللحمة لونها عامل ازاي شايفين يا جماعة اهي. خلاص هي يعني هي كده بتقول لي متشكرين لحضرتك عزلتني بما فيه الكفاية. بدل ما ادخلها الفرن ومش تاخد مني تسويه انا عملت بيها الشكل اللي حضراتكم شايفينه ما فيهوش حاجه. غلوه واحده اكثر اللون بحبه كريمه عشان ما بقاش غامق في غامق وبخلي حته اللحمه تاخد وقتها في التسويه اهو بالشكل ده وسيبها اقل من دقايق واول ما يبقى الصوص خلاص بدا يتقل يبقى انت كده تمام الكلام وارفع براحتك خالص وابدأ اغرف الطبق. طيب هطلع الصوص ده بايه او هطلع البصل مع اللحمه ده عباره عن ايه. هبدا اجيب عندي حاجه من الحاجتين لو حبيت هوريكم الاطباق بتاعتي. لو حبيت اكون مجهز بطاطسايه مشويه وده لطيف مش وحش او حبه رز لو حبيت حسب اللي عندي او حسب مزاجي. انا مجهز لها بطاطسايه مشويه وتمام التمام. الطبق الثالث اللي هعمله كمان شويه هعمل لام شوبس مش هعمل لحمه تاني خلاص كده كفايه لان كده كتير. هعمل لام شوبس على مع الرز يكون بالطريقه بتاعتنا او هديله سنه مصريه شويه. على فكره انا من الناس اللي بكره اللحمه على فكره والله العظيم ما بهزرش طبيعتي كده مش لحماوي قوي يعني. زمان كنت اكل اللحمه دي لو كلتها باكلها عشان كفته باكلها عشان مشويه على الفحم في العيد وبتاع والكلام ده كله. لكن فكره بقى اللحمه بالطبيخ واللحمه بالاستكات بالحاجات دي مش كل الناس بتحبها وانا شخصيا مش من هوات اللحمه عامه. ممكن سمك عادي جدا كل يوم ما يفرقش عندي. طيب كده ده قبل ما اطلع فاصل بس حالا اخلص ده عشان يتغرف هو كمان وابقى انا مخلص الطبق التاني ده كده اكسر شويه لو حبيت سنه الكريمه اللي اتفقنا عليها اهي. بقلبها في نفس الطاسه اهو كده الصوص هنا على نصين زي ما حضراتكم شايفين. جماعه الاجانب دي برضو ليهم دماغ عاليه يعني. بص هم اللي علمونا حركات الشقلباظات دي شويه. يقول لك وانت ممكن اصل احنا دايما اكلاتنا كلها او الشغل كله بيبقى على مانيت او قدام الجست وهو قاعد. فكان المطاعم زمان تحب قوي تشوف نفسها وبتاكل ايه قدامها والشيف شغال. فكان لما كان يبقى حد يبقى قاعد بياكل صوص ويلاقي الطاسه فيها مقسومه نصين بحته الستيك ونص دارك ونص مكسور زي الموكا كده كان يبقى مبسوط جدا. فكان ده كان من تهقيل انك انت تبقى انت صنايعي في حته ان انت تخلي الزبون قدامك مبسوط وهو بيتعمل اكل معاك وهياكل الاكل على طول. فدي تقسيمه دي كنا متعلمها من الشيفات اللي هم البروفيشنال اللي بيعلمونا فعلا كده. انت عملت الصوص وتقل معاك هتحضر الطبق بتاعك. هتجيب الطاسه على جنب وتحضر الطبق. طبعا دي تتشال. هنجيب الطبق محطوط البصلايه التوميه عفوا مشويه محطوطه التوم كده اهو زي ما حضراتكم شايفين بحطها كده في الفرن او في طبعا على الشوايه لو موجوده احطها كده بس بتبلها الاول بالتتبيله بتاعتي واسيبها بتطلع معايا بالشكل ده في النهايه. والبطاطس نفس الموضوع. بجيب عندي حته اللحمه خلصانه وببدا اشوف لها مكان قبل ما انزلها عليه يعني. خلاص انا خلصت حته اللحمه وببدا اشوف الاول هنزلها بالطول بالعرض ولا بالطول ولا بايه. لا هنزلها بالعرض. ادي حته اللحمه. بص اول ما ترفع اللي بيحصل الصوص بقى عامل ازاي. ادي الصوص اللي انت سويت فيه. استنى ندعك شويه ندعك تنزل شويه تروح رافع على طول بالشكل ده كده اهو وتبان معاك حته اللحمه ان هي واخده سوى. هنا انت بقى
ومزاجك في تقريب الصوص. قلب كده الصوص. متشكرين. ده الصوص بتاعك، صوص البصل معمول على مزاجك. هجيب عند اللوش بتاعي وابدأ اطلع الصوص اللي انا عايزه بالشكل ده كده اهوت. دايما تعودنا ما نزودش الصوص على حته اللحمه عشان تبقى باينه ملامحها، ما تبقاش تحس ان انت مش عارف تاكل. متشكرين. بنكسر اللون باي اعشاب او اي حاجه خضراء عشان تدي الشكل الجمالي للطبق بالشكل كده اهو. كمان الاطباق دي بتبقى ليها مزاج عالي جدا، وبنجيب عليها كمان منديل عشان نشيل الحاجات اللي مش عجبانا كده اهو. لازم الطبق ميبقاش فيه ندعه بره اللاين دي، بتقل من الشيف على فكره وبتقل من اللي عمل الطبق ان هو مش نظيف، بيتحسب كده مش لحوسه والكلام ده، مش نظيف. بنجيب عندك مثلا بطاطس بيبي بوتيتو زي دي، وهجيب سكينه مثلا كده، بعملها كده بعملها كده وبنعملها كده، وبتتحط على اول الطبق وتبقى مغروس فيها كمان حاجه من الاعشاب عشان تديك شكل نهائي للطبق. زيت زيتون لازم يديك طعم حلو في الطبق. شوف حاجه لو من دول تشوت تروح مطلعها بالشكل ده اهو. ده طبق لطيف جدا بسيط، اي حد ممكن يخش يعمله، مش محتاج افتكاسه ولا محتاج حاجه. احنا بس اساسياتنا اتكلمنا عنها بكل وضوح. ده بيطلع على طول على المائده. هطلع فاصل صغير جدا، هرجع نعمل الطبق الاخير اللام شوبس او الريش الضاني بالطريقه حلوه. اهلا بكم مره تانية مع الام هنيه. لا اصل انا ببص لزميلتي ساره، يعني كنا في الفاصل وبعدين انا سايب كلنا بنخلص في الفصل ومشغلين، هي كانت واقفه ورا الكاميرا اللي انا ببص لحضراتكم فيها دي. اول ما التتر اشتغل ويلا كاونت وشادي بينادي لقيتها بتجري كده. ليه؟ ما انا يا جماعه انتوا عارفين ان انا بقاطع معاكم يوم السبت والحد، صح؟ وانا هقول لك ايه وانت كمان يا شادي بتسخني عليها مثلا؟ امال ايه؟ ابص للكاميرا دي؟ ابص للكاميرا دي ليه؟ انا مش عايز ابص للكاميرات. مش عارف في ايه يا جماعه. ماشي خلاص خلاص هسكت اهو عشان خاطر ماشي. طيب الطبقين اللي قبل الفاصل زي ما حضراتكم شفتوهم، فاضل عندي طبق تالت هعمل لام شوبس اللي هو الريش الضاني بشكل بسيط. بس طبعا الريش الضاني هي بتبقى ليها مواصفات في تتبيلتها، وانا بخاف قوي من ريحه الضاني. يعني لما اعمل حاجه ضاني كاني بشتغل في كوارع او في عكاوي، بقعد انضف فيها واريح فيها ودي ارواح وبتاع. هي كده، هو كل واحد فينا موسوس في شيء معين بيحب يعني يشتغل بالطريقه دي. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل صوص هتبل كويس جدا طبعا الريش اللي هي الريش الضاني بالتتبيله اللي انا عايز اعملها. زي مثلا جايب عندي التوم وفلفل حصى، يعني ده توم وده فلفل حصى حلو منقوع. الفلفل الحصى ده منقوع نقعه كويسه جدا. انا كان عندي ايد هون هنا بس والله ما اعرف راحت فين، بس انا هحاول هستغل اي حاجه تانية بان انا هشتغله. ماشي هجيب عندي الكلام ده وهبدا اجيب عندي كده بشكل بسيط الفلفل الحصى على القطاعه منقوع في ميه كده اهو. الشوايه عندي شغاله، لقيت عندي ليمونه في الفاصل، رحت جايب الليمونه دي حطيتها هنا تطلع معايا بالشكل ده. جرنش برضو ماشي الكلام. هجيب عندي التوم ده، هوريكم انا هعمل ايه عشان انا شغال كتير بقعد اتكلم كتير. انا عارف هلبس بس الجوانت الاول. ادي المبط ده الاول كده اهو، بعمل كده اهو ماشي الكلام كده اهو. لا ما اكيد مش عايز اعمل كده، لا ما الناحية التانية مش جاية معاها، خلينا تطلع كده هي واحدة واحدة، لا عايزها كده خلاص. ما هو مش هعمل حبة فلفل أسود يقعدوا يتطوروا مني بقى.
لا انا مش نافعه معايا كده العمليه دي، مش نافعه معايا. انا اجيب التقيل بس كده، ده اللي انا عايزه. بص الفلفل الاسود بيحصل فيه ايه؟ بيتفرك. انا عايز كده الفلفل الاسود كده كده اهو، مع كمان اعشاب من دي تفرك معاها، اي اعشاب، مع كمان الثوم الفصوص كده اهو. دي بقى ايه كلام، يعني كلام الناس الاجانب هم اللي بيعملوا الحاجات دي قوي، واحنا اللي اتعلمناه منهم، اشتغلنا كتير بيه وموجود وقت ما بنحتاجه بنطلعه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهو بينفع في وقت الزنقه كده اهو. دي خلطه لازم معاها يكون فلفل حار بس يكون بودر زي كده كده اهو. كده كده متشكرين. كل الكلام ده كله ينزل كده متشكرين. ديك يا مردانة حلو كلام. تعال نشوف شكل التتبيلة دي وهي بتتلم كده. دي تتبيلة سهلة جدا 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 بس ريحتها عالية قوي قوي. ماشي الكلام. بديها عندي ملح كده حلو كلام، بديها عندي حبة كزبرة ناشفة وأقلبهم مع بعضيهم. تخيل دي تتبيلة ولسه ما خدتش بقية البهارات بتاعتها اللي هي بقية الزيت بتاعها. أدي حبة الزيت متشكرين. أنت كده عملت أساسيات التتبيلة. الليمون ده أنا عامله كده عشان هيشتغل معايا. طيب وانا شغال كده عندي، بس الاول تعالى نحط الاول دي على كده. ادي الريش الضاني او اي نوع ريش انا بحبها، بجيبها وانضفها كويس جدا، بخليها عندي لام شوبس بجد او لام شوب تكون ليها شكل حلو قوي. بجيب عندي التتبيله بعملها كده، ببدا اجيب بالشكل ده كده اهو اهو كده اهو كده اهو معايا اهي كده اهو. خليها تشرب وتروح عامل كده على طول. ماشي الكلام اهو كده اهو كده اهو. وتحط لها التتبيله كده اهو وتروح منزلها على الشوايه كده اهو كده اهو. وتروح منزلها على الشوايه. شم الريحه بقى وانت يعني او انت بتتبلي في البيت. ولا حاجه من دول جبتها مش موجوده في اي بيت. الوصفات غريبه غريبه، طريقتها غريبة علينا طبعا، بس حاجة مظبوطة عشان نبقى بنعمل حاجة صح، ما يبقاش الموضوع بس كده عشوائية. أنا بعمل الحاجة الصح وبعمل الحاجة طبعا كل حاجة بنعملها حضراتكم تكون مظبوطة، بس أنا بحب دايما مادام هعمل أشتغل يبقى أشتغل صح. مادام هعمل حاجة مش عايز بقول لكم يا أصل دي طريقتي، لا ما هو مش كل حاجة في الدنيا طريقتك، ما هو بالعقل كده يعني مش كل حاجة في الدنيا طريقتك. بص بس ما راح فين؟ راح للصوص مش هرميه. طيب دي طاسة ودي طاسة، طاسة للصوص وطاسة للسوتيه خضار سوتيه، وهيطلع معاها كمان رز، يطلع معاها 2 سايد اوردر اكيد هيبقى الموضوع كويس قوي. مع زيت خضار السوتيه دايما ناخد بالنا بيبقى زي ما حضراتكم شايفين مسلوق. بنزل كده وراح مديها بصلايه وفص ثوم، تهدى الزيت كده اهو، وارجع تاني مديها عندي زبده تتطعم، ملح فلفل ابيض، قلب كويس جدا 3 دقايق ارفع على النار متشكرين. تعال نجيب مساك ونشوف اخبار الريش عامله ازاي عشان نبقى شغالين مظبوط ولا لا. اهو كده اهو، ادي الشغل قدام حضراتكم والتسوية. خضار السوتيه بقى تمام التمام. انا عندي طريقة ممكن اعملها، دي بتاعتي انا بقى بجد، ما بيعملوهاش هما بس انا ممكن اعملها، اللي هي دي. على الخضار على
على الخضار، يبقى خضار سوتيه معمول بالديمجلاس. دخلت الصوص في الخضار دي بتاعتي، عندي خضار مشوي. ده بقى طبق بعمله لحضراتكم، قلت لكم الاول هعمله بطريقتي على مزاجي. ليه؟ عشان الحاجه مش كلها تبقى يعني ستاندر، عشان ما يبقاش برده نزهق. الريش لازم تاخد وتدي معاها كده، ما تسيبهاش على طول عشان ما تنساش. هي تاخدش وقت في التسويه، بس لازم تكون واخده حقها في التسويه. تبعد عن النار كتير، مش حلو النار كتير دايما. هي شكل حلو في الكاميرا، انت شايفينها حلوه، بس مش دايما بتشعوط. النار كتير مش كلها حلوه، ممكن تشعوط الحاجه كده. الصوص ده يعني انا كان هدفي ان هعمل صوص تاني خالص اصلا على فكره، بس انا اشتغلت بيه زي الفل. يلا مش مشكله، هحط تاني هنا كده على الخضار المشوي وعلى الخضار السوتيه اللي انا عامله. مش هحط لها كريمه، هخليها دارك، هخليها زي ما هي غامقه، مش كل الصوصات تبقى فاتحه كده. تتبيله باينه جدا ان انا تمام شوحت. خايف اكمل تسويتي الحاجه ما استويش من جوه وتبقى من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انا خدت اللي انا عايزه وبلاش طمع، خدت اللون الجميل، خدت الريحه الحلوه، هدخل كامل تسويتي فين؟ في الفرن بالشكل ده. بص الشكل عامل ازاي، باينه حلوه جدا ما فيهاش اي مشكله. ولكن انا شايف ان انا لو عملت كده ماشي، لو عملت اكتر من كده هيبقى شكلها حلو بس من جوه ممكن يكون مش مستويه. تمام، ده كده الصوص ده خلاص خلصان مع الخضار. على ما اعتقد، والله مش خاطر انا قلت بطريقتي، على ما اعتقد ده افضل صوص اتعمل النهارده، لاني خد من ريحه كتير جدا، خد من ريحه المسلوق، وخد من ريحه المشوي، وخد من ريحه كمان الديمي جلاس اللي هو مغلي. فاكيد الثلاثه دول لما يبقوا مع بعض كده اكيد في ريحه عاليه جدا، ولسه كمان اللي هينزل عليهم ريحه الضاني بالتتبيله، وهتبل كمان بيهم الرز. يعني كل حاجه ليها حاجه، وده اللي انا عايزه. هزود كمان حبه ديمجلاس عليه واسيبه على جنب، ده انت قطعته كده عشان ما يبقاش خفيف، عشان ما يبقاش تقيل ولا ايه كده اهو. وسيبهم كده على الشوايه لمده لحظات. هرفع الكلام ده كله وحضر الطبق بتاعي. انا خلاص اقل من دقيقتين واكون خاتم الحلقه ان شاء الله. الشوايه طفيتها وجهزت نفسي للغرف في الطبق الاخير، وهنشوف هيبقى عامل ازاي كده اهو. كريمه لباني مش هكسر خلاص اللون، انا هخليها زي ما هي كده. وتحضر الطبق، الطبق جاهز كده اهو. طبق فيه حبه رز، اي نوع رز بنحبه لو حبينا. انا ما دام عملته النهارده على طريقتي يبقى انا حاطط رز، وده اللي كان في دماغي. ممكن احط عندي الخضار السوتيه جاهز، وانا عندي كمان بقيه البروكلي بتاعي، فهبدا احط منه اللي انا عايزه كله خلاص. بص اللي حصل ايه في الفرن، سامعين؟ يعني خلاص خدت اللي ليها وتمام التمام. اجيب عندي كده اللمشه عفوا، في شحت شطه. بص بقى الكلام، انا عامل الطبق ده بالطريقه المصريه، يعني بطريقة الستاندر طبعا، بس انا داخل فيه بالطريقه المصريه، وبدليل اللي حضراتكم شايفين هتلاقوا ان الرز بشكل الاهرامات، شغل عالي برضه كده اهو. دايما ناخد بالنا من الحاجه السخنه اللي هي دي. ادي عندي الصوص ده خلصان، ولو حبيت احط عندي البروكلي كده اهو جنب منه خلاص. هم دول الطف اتنين، وعندي بقيه الصوص ينزل بالحلاوه دي كده اهو، ما يعديش اللاين زي ما اتفقنا، وما نسقطش وما ننساش اهو كده. تمام، ونجيب كمان الليمونتين دول معمولين بشياكه قوي تجرنش، ودي تبقى في نهايه الطبق. ولو حبيت احط بطاطس من دي مشويه زي ما هي كامله، ما عنديش مانع خالص. حاجه خضراء يبقى اكيد اعشاب بالشكل ده كده اهوت. بجمع اللي انا عايز اعمله وبعمل حاجه حلوه قوي كده اهو بالشكل ده كده اهو، واشيل الندعه اللي موجوده قدام حضراتكم. متشكرين. وده كمان بياخد
زبدة على الوش. بس أنا دايما خلاص برش كتر الكلام. تمام، ده الطبق الأخير، طبق اللام شوبس مع البيف فيلي مع السرين ستيك أو الريب آي ستيك اللي عملناه مع حضراتكم. الطبق معمول بشياكة، ما فيهوش أي حاجة صعبة، أي حد فينا ممكن يخش يعمل الكلام ده كله. أنا حبيت أوضح لحضراتكم الأمور ببداية الكلام، وزي ما حضراتكم شايفين أكلة سهلة ونخفف من اللحمة. دي كانت حلقتنا، حلقة جديدة. السلام عليكم.